والناس القدام وقدر يجتمع مع المكونات الاصليه القديمه دارين الناس دي ما راضين الكلام لا لا يشيلوه برا يجيبوا اللي ضينا ذاك يركبوه هنا عرفت يجيبوا اللي ضينا ذا عشان يكون ماشي بتعليمات حميدتي لانه هو جابوا حميدتي لانه قال لو ما حميدتي هو ما بيجي وعنده شنو وزنه شنو هو ذاك عرفت وزنه شنو كان في راسه كان في جيشه كان زيكم واحد كلكم كراتين كذابين شكل ما عندكم اي قواعد ما عندكم حتى قواعد ذاته الا قواعد بتاع خشم بيت خشم وراري ما عندكم اي حد ناس حشرات ساكت حشرات ساي وناس يسلطوا في رقاب الناس ومصرين ان هم حيمثلوا الناس وحيقودوا الناس لبر الامن ولكن هم قاعدين يخطصوا الناس بجد قاعدين يخطصوا الناس ويخلوا الناس زي ناس عمد الحياه تجي تضحك فيكم ودي كمان الحماره دي بدل تفرز بين المكونات بتجي تقول لك ان يا اخي تاخذ لها صاي طوال عشان تعرف الزول العنصر عمره كده حتى ما بيحاول ما بيقدر يوازن بين اثنين شفت الزول العنصري قدر ما حاولنا هنا نقول له يا اخي الكلام القصه دي ما قدي لكن هم مصرين لا اوريكم الا ما ارى يا ود الكيزان ديل الكيزان وديل العنصرين يا بنفس النمط ده مصرين انه بس الواقع يكون شكله اسود مصرين انه الواقع ده بس هم شافوا ده الواقع الحقيقي لكن ما اي واقع ثاني بيقول لك نو ما بيتقبلوه هي واقع تاني وهي حلول تانية غير الحلول اللي هم جابوها ما بيتقبلوها ديل الكيزان ديل هم ديل الناس العنصرين ديل وديل على فكرة هم بيشجعوا ان السودان ده يتشظى ويتقسم ويتفرتك تارة لما هنا لما ديل يزرقون بيجي تقول لك انه انا قاعد اتكلم باسم الاغليم الفي ما قاعد اتكلم بي اسلم بي اغليم انت زول مجرم ساكت زول مجرم وزيك وزي المجرم الحسي جاء ووقع وزيك وزي حميدتي واحد كلكم ناس مجرمين كلكم قاعدين تسيئوا للشعب السوداني قاعدين تدمروا فوقه كلكم بجهلكم وبعنصريه وحقد وكلام فارق كلام فارق النقطه الثانيه انا دار اجي لنقطه ثانيه قبل فتره في واحد ما دار اجيب سيرته هنا قاعد يتكلم عن الـ عن الـ عن الثوره وما الثوره انه تجمع المهنيين وما تجمع المهنيين ومبارك اردول يا اخي نحن كحركه شعبيه نحن ما عندنا علاقه بالشيء ماشي في السودان نفسه عرفت؟ ناس هذول قاعدين في الغلا وكل زول ماسك سلعه والناس عاملين شنو؟ وقف اطلاق النار، لكن اما الكلام والهوس وفشلكم اللي فشلتوه ده بتاع الثوره وقلتوا الثوره سلمتوها لكيزانكم وسلمتوها للجيش حقكم ده فشل بيرجع لكم انتم في نفسكم انتم. ما تحاولوا تلقوا شماعات من برا وتقولوا انه فلان هو كان عنده ناس، ما عندنا ناس يا زول معاكم. ناسنا الا كجماهيرنا وكشعبنا هو شعب جزء من الشعب السوداني ده اما لو دارين تقسموا حتى في الثوره انه الشعوب الفلانيه هم كتار وهم ساهموا في اسقاط النظام ده كلام ثاني لكن اما كلام بتاع كيزان وكلام فارغ ساكت بتاع سلفقه وللصيد الكلام ده ما عنده معنى عرفت الكلام ده للناس اللي بيحاولوا بيلصقوا الحاجه الكلام ده ما عنده معنى داك يا مبارك اردول وداك يا غيره وداك ديك هم ناسكم هناك لكن احنا ما تحركنا من مناطقنا ونحن قاعدين عرفت؟ ونحن مصرين انه ننشر برنامجنا ده في كل السودان لانه نحن ما عنصرين زيكم. نحن دايرين هي زول يفهم الحقيقه بتاعت المشروع بتاع السودان الجديد والحقيقه بتاعت السودان الحقيقي شنو؟ السودان الحقيقي ما فوقه عنصريه وما فوقه تعالي عرقي ولا فوقه تعالي بتاع ثقافه ولا فيه تعالي بتاع اتجاهات. الكلام ده اللي نحن قاعدين ننشر فوق. ده الكلام اللي ماشيين فيه والكلام ده كل مره نحن قاعدين ننتصر عليكم انتم ترجعوا تفتشوا لمبررات ثانيه. لنقاط عشان تقوموا تدوسونا بها، لكن الكلام ده ما عنده منطق. وحتى تلميحك وكلامك اللي قلته يعني بس يتطابق مع الكلام اللي قاله حميدتي. اللي قاله في حق محمد جلال يوسف وفي حق لو هو كان قاصد يعني بنفس الكلام الفارغ ده. لو انت بقيت ذاتك بوق لحميدتي وبتدعي انك انت ما بوق هناك. وانا عارفك بتفهم الكلام ده لكن انت زولي خدتك من الكلام الفارغ ده، نحن ما قد يا زول، نحن ما مورطين في القصه دي، دين ناسك، دين احزابك دين اتحاديينكم ومصايبكم دين هم اللي جابوا القصه دي، دين ناس عنصرين. احزاب مبنيه على اساس عنصري، مبنيه على اساس انه موجهه انه تقود البلد ده اتجاه شرقي، باتجاه بتاع دين واحد وثقافه واحده وهويه واحده والدوله مركزيه باطار واحد. كان بقت يسار كان بقت يمين، نحن ما عندنا جزء ما عندنا علاقه بالفهم الفارغ ده. نحن برنامجنا برنامج سوداني. عرفت؟ كل المكونات السودانيه دي زي ما هي زمان اتوحدت وبنت ولمت وسوت الخريطه اللي بقول لها اسمها السوداني معناها في مليون حاجه لمتها. نحن بنحاول نستغل الحاجات اللي لمت الشعب السوداني ومكوناته المختلفه دي كلها عشان نبني سودان جديد، عشان نبني سودان بيقبل الاختلاف. زي ما زمان هم جدودهم يتقبلوا الاختلافات الموجوده جوا نحن هسه دارين نسوي الكلام. في ناس يعني ناسنا ماتوا ملايين الناس. في سبيل الحاجه دي وفي ناس يعني يئسوا ذاته لكن الطريق ده بيصل الطريق ده ونحن بنكمله
بنكمله كيف؟ بوعي، ما بالرجالة ولا بنجي نقول له زول تعال انت ابقى معانا بالرجال، لا لا نحن نقول لك اندلو ده مشروع حقيقي. لا فيه عنصرية، لا فيه قبلية، لا فيه تمكين لزول، لا فيه زول عشان يجي يدو جبل عشان حميدتي قال عنده جبل ذهب، لا فيه زول يجي يقول انا ذاتي حميدتي عنده جيش عشان انا ذاتي، ده كلام فارغ، نحن دايرين نبنوا دولة بتاعت مواطن. لما الناس يجي يطرحوا لك طبعا هو مشكلته في الحتة بتاعت العلمانية لأنه هو فهموا زي عامة الحياة دي لبرنامج العلمانية، هم بيخافوا كلهم لخروجهم. عن الشيء المؤسف انه الزول بيربي جنو وما واثق في جنو وهو ذاته ما واثق في نفسه. اول ما هو يكون براه اول زول هو حيكون نفسه هو ذاته. يلا دين الناس عندهم اشكال في نفوسهم عشان كده اول الناس اللي بيعادوا المشاريع حقتنا نحن. لكن نجي نقول لهم يا اخي نحن عندنا ناس اديان مختلفه، عندنا زول بتاع كجور، عندنا زول بتاع مسيحي، وعندنا زول مسلم، وعندنا زول ما عنده دين ذات. الناس ديل قبل ما الدين وما دين الناس ديل سودانيين، الناس ديل المفروض يكونوا يتمتعوا بمواطنه تامه زيهم وزي اي زول ثاني. عرفت؟ بغض النظر عن هم دينهم شنو اتجاههم شنو، المفروض يتمتع بمواطنه حقيقيه، ومفروض انت ما تتعنصر عليه باساس ديني ولا اساس قبلي ولا اساس جهوي. ده كلامنا هنا. وما دايرين ودايرين انه الزول له حزب امان عشان ما في يوم من الايام زي ما عملتوا في 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 التسعينات وقت جو الناس البشير فرضوا على الناس جهاد. نحن ما دارين داني دارين زولنا يكون آمن، دارين الأجيال حقتنا تكون واثقة من 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 إنه هي آمنة في بلدها، آمنة في وطنها، في وطنها ده يكون آمن يشعر بالأمن. مش بالكلام الفارغ بتاع الوسخ ده اللي يقول لك قال إنه فصل المؤسسات الدينية عن الدولة هنا. وأول يا أخي وأول شيء القراجة ناس الجوامع ده سقطوه. وانت كنت وين؟ وكنت جينا قلنا لك ده هنا من هنا دل، وكان جينا بصوره قانونيه من هنا اتفاقيتك انت سقطت. من هنا بس اتفاقيتك دي اللي سقطت هنا في اول معترض. وداك عمل حشد عمل حشد وعمل لايف لما الناس وقرق الناس هنا، لكن كلام فارغ سكت. كلام فارغ لم قرق في الزباني حقين والزباني قرق وحللوا وسلموا وسلموا، كلام فارغ سكت. كلام بولشيت ساكت. أنا ما عنده منع لأنه وزنه القانوني هندله في أول امتحان صدق. زي ما أسئل السلام بتاعكم في أول معترف هنا في 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 الإقليم بتاع في في الجنين هنا في في معسكر بتاع الجنين سقطوا. أول شيء سقطوا هناك يوم. سقطوا لأنه ما قدرت توفر أمني، أنت بتقول سلام وترقص هنا في 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 المعسكرات بتاعت زمزم. زمزم ده اسمه خسار مريز. عشان ما الناس ما عارفين، عشان الناس الطير والحشرات اللي بيجوك في الغاز يقول لك انت من وين وقبيلتك. زمزم ده اسمه خسار مريزه، الناس اللي بيعرفوا خسار زمزم دي اسمها خسار مريزه. المفروض انت كزول بتقول انه مشيت اتصورت في البجراويه محل زمزم ده تمشي ترجع تسميه خسار مريزه، لانه انت بتقول انه العوده للذات. عرفت؟ ليه تسموه زمزم؟ سموه خسار مريزه، ما اسمه خسار مريزه. عرفت؟ مجنن الناس ومشيت لبست شغاليتك وطاقيتك ومصايبك، ده اسمه خسار مريسة. تقول لي قال زمزم اسمه خسار مريسة عشان تعرف التناقض الحاصل جواهم. ويقول لك قال جلابة سموا زمزم، وش اقول لك كان اسمه خسار. انت ذاتك غسل لنا مع انك سلطة وناسك مش قلت زمزم ده حقك، اي ساس غيروا اسمه لخسار مريسة. كلام فارغ ساكت، ناس حشرات ساكت، حشرات وكذابين ساكت ليس الا. والناس اللي قاعدين في زمزم ناس مساكين ما لا حول لهم ولا قوه، بس مصد متابعين انك صايب يا باشا انه خشم بيتنا وخشم وراينا وخشم قيام. لكن انت زول بليت وزول مجرم، زول مجرم مجرم ليس الا. والدلائل مليون قلت لك، كان دار انا واتفاقياتكم الاسيدات طبعا داري يحاول يشرع اتفاقيات اتفاقيه فاشله ساكت، اتفاقيه فاشله ساكت، وانت وعملها زول فاشل. عرفت؟ والبروتوكول العمل لكم سلفاكر مع زول السمينه الساق اللي اسمه توت قلواق زول الكوزه، ده كلام فارغ ساكت. دي بروتوكولات ساي عشان تجي نضال القلعه ترقص ويجوا داك وناس سنون السجاد والوسخ بتاع انكم دل. لكن اتفاقكم ده اتفاق المساكين ما عندهم بيو دخل، اتفاق بتاع انه يشرعون لك يدوك جبل، بس يدوك جبل زي ما حميت عنده جبل ذهب، انت يدوك جبل ذهب زي ما حميت عمل جيش، انت تعمل مليشتك عشان تصبر بعد ده. تشوف اليمن وين، تشوف كان فتح حرب في 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 الجزائر ولا فتح حرف في تجاه دارين مرتزق عشان تشتغل عشان توفر ترسانه من تجاره الذهب بتاع الجبل اللي انت شرعانه لك ده، ولا شرعنت انت بمؤامرتك ضد شعوبنا نحن عشان يقتلوهم في 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 النزوح بعينهم. عرفت؟ شعوبنا اللي هم اصحاب الذهب ده الاصليين ده شعوبنا نحن. عرفت؟ شعوبنا نحن هم الذهب والحاجات دي في اراضيهم هم. يلا شعوبنا اللي انت اتعامرت عليهم عرفت وقتلتهم وعملت السبعة وزمتها ما حميتني، بس انت داير كله عشان تشير عند لك جبل واحد جبل ذهب وتقوم تبيعه عشان تبقى زي حميتي. حميتي عنده جبل، لي انا ما يكون عندي جبل.
حميت عندي جيش ليه انا ما اكون عندي جيش؟ والناس يقول لك انه نحن دارين نبني سودان جديد، سودان بالفهم ده، بالفهم بتاع الملاش، بالفهم بتاع قبيلتي وقبيلتك، ديت سودان. واول كلام جاء قال لك نحن قال له داعي قال بنحارب الحلو، امشي حاربه. بفهمك بفهمكم ده؟ انت تحارب منو انت؟ انت لم ناسك ده الهسي، لم خشم ورايك ده لم عليك بس. لمو خليه صندوق لانه هسي بده خلاص. ما في زول بيمشي معك لانه ده كلام فارغ، والناس الناس السودانيين وعارفين هم البربطهم بالسودان اكبر من الجبل اللي انت بتحلم به. البربطهم بالمكونات السودانيه وبالسودان اكبر من الجبل بتاعك اللي تفكر فيه وتقول لي ليش يدوك جبل. زول بليد ساي، زول مريض ساي، زول مريض بتاع جبل سكت. جبل داب وجبل غيامه، لكن الناس اللي ذنبهم شنو هم دخلهم في ورطه زي. طبعا عيالهم وجدادهم دل ما بيسمعوا، ما بيفهموا، بيفتكروك انك انت عدوهم. يفتكروا هي زول جاك قال لهم انه زولكم ده تيس، يقول لك زول لا قاصد قبيله، ما قاصد لك قبيلتك ولا عندي لك حاجه بقبيلتك انا. ما عندي لك حاجه، افهم الكلام ده، افهم السودان ده كان بمشي بالقبائل كان ما بقى السودان زاد. عرفت؟ السودان ده قبائل، قبائل ما بيمشي. والتحيه من هنا للناس اللي بيجوا طبعا هم بدوا يتحركوا بالرغم من انه تحركهم ضعيف، لكن دي الناس مساكين، ناس مظالم. عندهم حقوق وهم ناسهم ظلمون، بايل الهسي بدافعوا له ده؟ ده زول مجرم ساكت، طبعا انا لقيته مستغرب ده، يقول لك ايل استهدفوه استدعاء، ايل ده زول مجرم، ايل ده زمان وقت هو قاعد ياكل ويشرب انتوا كنتوا وين؟ انتوا ما كنتوا حامين زي الهنا من جبل لجبل، من جبل لجبل السول يطلع ميتينكم، يموتوا بالكيمان، الذهب بتاعهم في ارياب يشيلوه بالطيران، وايل قاعد هسي يجي يقول لك ايل ده يا زول ان شاء الله حريقه في ايل يا زول، انت زول مجنون ولا شنو؟ ايل بتاع شنو؟ ايلا بتاع شنو؟ قال لك ايلا قال واقفين مع ايلا ان شاء الله يحرقوه يا زلمه. يا لكن انتوا يتحركوا انتوا كشعب، الكلام اللي بقول فيه عمكم تريك ده كلام كويس، لانه ده تاريخكم انتوا، ده حقوقكم انتوا، دي بلدكم انتوا. ده بلدك انت. زي ما هسه نحن بنتكلم باساسات بتاع بلدنا نحن، باتجاهاتنا نحن كمكونات كمناطق حقنا، ده برضه انتوا من حقكم امسكوا في قضاياكم، ايلا ده حريقه في ايلا. ايلا ده حريقه فوق وان شاء الله يولعوا فيه وزاد. لكن انت امسكوا في قضاياكم انتوا. المكونات الجديده اللي حشرها لكم امسكوا وروهم، قول لهم يا اخي انتوا سودانيين اليوم، لكن عندكم واحد اثنين ثلاثه في اسس. ما كلام فارغ سكت. لكن انتوا ناس طير جايين قال لك خلوا القضايا الحقيقيه، جا قال لك ايه لا، وامبارح ولا الليله كان الذكرى بتاعت المجزره بتاعت الشهداء حقينهم وقتلهم في عهد ايه ذات. يعني انا استغربت في الكلام ده، الكلام ده حزاني انا ده. انت قلت الناس مجانين وش؟ أدرب يا أخي ما بطلوا الكلام الفارغ. اشتغلوا شغل حقيقي، ده كلام فارغ ساكت، إيلا ده حريقة فوق. حريقة في إيلا وحريقة في أي زول كان يشتغل مع الحكومة القديمة وحريقة فيهم كلهم. يا لكن ناسكم شهداءكم هنا دي ناس أصيلين، دي بلدهم هم. وماتوا في زمن إيلا ده ذاته قاعد. إيلا ذاته قاعد في الوقت ذاك الناس اتقتلوا، وإيلا خشمه ما فتحوا، وهو ذاته كان لما يصفق للبشير. عرفتوا لما يحولوا فيه ويرقوا فيه وحس القروش الشالوه ولا داري يشيلوها طبعا اي حاجه بيسويها الحكومه بتاعت حمود دي بتاعت لجنه ازاله التمكين نحن ما مقتنعين بها ولا معترفين بها ولا عندنا لا اي حاجه. عرفتوا؟ ما كلهم حريقه فيهم بيع حمود حقهم ذات. عرفتوا؟ دارين يبقوا رجال ارجعوا الثوره دي للشارع السوداني، ابقى راجل قول للشعب السوداني يا اخي الجيش ده عاصرنا مطلع ميتين. ارجع للشعب السوداني اقول لهم يا اخي دي استقالتي انا يا اخي فشلت لانه الجيش سيطر على الموارد، سيطر على الاقتصاد، عرفت؟ سيطر على كل حاجه ما ادانا فرقه نحن نتقدم، قدم استقالتك ابقى راجل. قول عليهم زي ده يا اخي انت ما اصلا نحن وقت جبناك ما جبناك عشان تطلع حاجه من جيبك، يا اخي خليك زول صريح، خليك زول حقاني، قول الكلام ده دغري، قول لهم يا شعب يا سوداني انتوا وثقتوا فينا نحن. عرفت؟ وثقتوا فينا وهسه دي الحكومات عملناها، الحكومه الاولى الحكومه الثانيه، مره لو مدن جراد المره لو، لكن هو الحقيقه انه الجيش هو المسيطر على القصه، الجيش وحميته هم شايلين البرنامج، رجع الثوره دي للشارع، لكن انت زول عميل ساكت، زول وسخ ساكت، ما في قيه رجع، الشعب بيعاني وانت